سيء. أخيرا يخفق العلم الأمازيغي في مدينة يفرن بجبل نفوسة، أمر انتظره طويلا سكانها، وحق طالما طالب به الأمازيغيون في ليبيا لنحو 4 عقود من الزمان. يمثل الأمازيغ الليبيون جزءا من سكان شمال إفريقيا الذين سكنوا المنطقة الممتدة من واحة سيوة شرقا للمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا. إنها منطقة كان يطلق عليها الإغريق قديما اسم ليبيا، وهم قبائل كثيرة وشعوب جمة وطوائف متفرقة. وللأمازيغ الليبيين عادات وتقاليد كثيرة حافظوا عليها وحاولوا توريثها للأجيال الواعدة رغم محاولات طمسها في عقود سابقة. وتبقى الشواهد الأثرية إحدى أهم خزائن هذا الموروث الذي تضرب جذوره في عمق التاريخ الإنساني. لا تخلو بقعة من مدن ليبيا من الطبيعة الفريدة والأبنية العريقة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، تأخذك الألبسة المختلفة التي تحاكي تفاصيلها جغرافيا المكان، وتكاد تذيبك الأطعمة اللذيذة التي تبدع النسوة في صنعها ولا غنى عنها في المائدة الأمازيغية الأصيلة. يحرص الأمازيغ على إحياء المناسبات ولا سيما الاحتفال برأس السنة الأمازيغية التي ترتبط بتاريخ خالد يفاخرون به. ولأمازيغ الصحراء الذين عرفوا بإمهاج عاداتهم وطقوسهم الفريدة، إذ لم تفصلهم الجغرافيا عن باقي الأمازيغ في عموم البلاد، وكانت التفناغ جسرا للتواصل بينهم بأهازيج خاصة يحيون مناسباتهم التي يتطلعون من خلالها لجديد بظ وفاخرين بقديمهم الثر. باختلاف اللغات والسحنات يتنوع المشهد الثقافي الذي يرسم ملامح فسيفساء ليبيا الفريدة. وبسواعد الشباب من الليبيين أمازيغا كانوا أو عربا أو تبوا أو طوارق، جميعهم لبناء ليبيا التي ضحوا لأجلها ولا يزالون يستشرفون في العام الجديد والأعوام المديدة الأخرى أمنا وسلاما رخاء ونماء. سكس دام الجاز داف اللي نقول نكر نصداقات يضصق المند يمول.
لو ان مزيغن ما يتليم قليبيا ازل في مزيغن العالم كل اسوق ازدام الجاز في ليبيا اما كتزرم قدن غسو اخفو سوق اسني مزيغن قاد مورا اغرم القلعة تنمرت الكل من يخدم باش طفغ طمغرا ايدها اما كنخس ان شاء الله كل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين لجميع الامازيغ في ليبيا والعرب والناطقين وغير الناطقين راس السنة الامازيغية هي سنة تخص كل الامة الليبية فنتمنى من هذا الحدث ان شاء الله يكون حدث يلم الجراح ويكون حدث فيه التسامح والتصالح لجميع الليبيين مناسبة تو هادو شغل تحية نودة كل في مزيغن مانيلان وفي عرب الكل مانيلان تاني مرتك إن شاء الله ليبيا تتهنى دا بدا في دار النص دا نزلت الاحتفالات مقورة في ليبيا مقورة تاني مرتين كل سنة وانتم طيبين كل عام انتم بخير في السنة الأمازيغية إن شاء الله تتهنوا كل عام انتم بخير إن شاء الله ليبيا في الهناء وإن شاء الله ما دابين ندور حفلات أكثر من هيك وأكبر